الملاعب العربية والنصر يفوز على القادسية بهدف نظيف في الدوري السعودي. حقق فريق النصر السعودي فوزا صعبا على نظيره القادسية بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري السعودي دوري جميل. هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق فيكتور إيالا في الدقيقة 60 من ركلة حرة مباشرة. بهذه النتيجة يحصد النصر النقطة رقم 6 في المركز الثاني من 3 مباريات، حيث فاز في مباراتين على الفتح والقادسية وخسر واحدة أمام الاتفاق، بينما يتوقف رصيد القادسية عند نقطتين. وفي مباراة أخرى تعادل الفيصلي أمام الفتح بدون أهداف، وتختتم غدا الجولة الثالثة بمباراتين الشباب مع الأهلي والوحدة مع الاتحاد. الكرة التي تخادع حارس المرمى فيصل، كرة عرضية الآن من فيكتور إيالا، محاولة راسية بتعدي يا رب. الأخوي القطري يسحق معايدة برباعية وهاتريك تباتا يقود الريان لقهر الشتحانية. حقق فريق الأخوية فوزا كبيرا على معايدر بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب عبد الله بن خليفة في إطار مباريات الأسبوع الأول من دوري نجوم قطر. سجل أهداف الأخوية يوسف العربي والمعذر علي وعلي عفيف ومحمد منتاوي في الدقائق 39 و36 و76 و78. وفي نفس الجولة فاز فريق ريان على الشحنية ب3 أهداف نظيفة باستاد جاسم بن حمد بنادي السد. سجل رودريجو تباتا لاعب الريان الأهداف 3 لفريقه في الدقائق 31 و58 و92، وكان أحد الأهداف من ركلة جزاء. وتختتم مباريات الجولة الأولى من دوري نجوم قطر مساء اليوم بمباراة الجيش مع الوكرة. غضب في النجم الساحلي بعد التعادل مع مازيمبي في الكونفدرالية. سادت حالة من الاستياء الشديد داخل الجهاز الفني لفريق النجم الساحلي التونسي بعد التعادل مع مازيمبي الكونغولي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما أمس بمدينة سوسة التونسية في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وافتتح النجم الساحلي التسجيل عن طريق حمزة الأحمر في الدقيقة 19 قبل أن ينجح مازيمبي في إدراك التعادل عن طريق أسالي في الدقيقة 51 من عمر المباراة. ويكفي مازيمبي التعادل السلبي في مباراة الإياب يوم 25 سبتمبر الجاري في الكونغو للصعود إلى المباراة النهائية، فيما ستكون مهمة النجم الساحلي صعبة إذ أنه يحتاج للفوز بهدف نظيف أو التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما من أجل حجز بطاقة التأهل.